مرحبا بكم في موجز أخبار العالم من قناة الجامعة المغربية كامبوس ماروك تيفي. قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن السبت إن الولايات المتحدة في وضع مأساوي بعد تسجيل ارتفاع قياسي في أعداد الوفيات بكورونا عقب أسبوع من التجمعات العائلية لمناسبة عيد الشكر. أشاد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في رسالة شكر وجهها للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بشأن التوصل لاتفاق نهائي لحل الأزمة الخليجية بتمثيل السعودية لجميع أطراف الخلاف مع قطر، مؤكدا أن تمثيل السعودية للأشقاء في الإمارات وبحرين ومصر يعكس مكانتها المرموقة ودورها الرائد في سبيل السعي إلى دعم أمن واستقرار المنطقة والتكاتف ووحدة الصف في ظل التحديات التي يعيشها العالم والمنطقة. شهدت العاصمة الفرنسية باريس السبت مواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين منددين بقانون الأمن الشامل وعنف الشرطة، وتحولت إلى أعمال عنف وشغب، وحرق خلالها متظاهرون سيارات ومحلات تجارية. وتنص المادة 24 التي قالت الحكومة أنها ستجري تعديلات عليها من القانون على عقوبة بالسجن عاما نافذا ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو في حال بث صور لعناصر من الشرطة والدرك بدافع سوء النية. كما يحتج المعترضون على تقنين استخدام قوات الأمن للطائرات المسيرة وكاميرات المراقبة. نقلت وكالة رويترز للأنباء عن وكالة الأنباء الإسلامية الأفغانية التي تتخذ باكستان مقرا لها أن 10 من أفراد الأمن قتلوا في هجوم سيارة مفخخة صباح اليوم السبت في مقاطعة قندهار الجنوبية. قضت محكمة العدل الأوروبية بإلغاء أحكام سابقة وقرارات بتجميد أموال وأصول أسرة الرئيس المصري الراحل حسني مبارك. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المحكمة الأوروبية عند اتخاذ قرار التجميد لم تفي بالتزامها بالتحقق من أن السلطة المصرية تصرفت بما يتفق مع حقوق الدفاع والحق في الحماية القضائية لأسرة مبارك قبل اعتماد القرارات التقييدية ضدهم. وبموجب هذا الحكم سيتمكن أفراد أسرة الرئيس الراحل حسني مبارك من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم الموجودة في أوروبا. انطلقت في موسكو اليوم حملة التطعيم ضد كورونا بلقاح سبوتنيك في المستوصفات، وفتحت حتى الآن 70 عيادة للتطعيم وستفتح 100 أخرى حتى نهاية العام. أنهت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 5 برامج للتبادل الثقافي مع الصين، وتقول أنها كانت تستخدم للدعاية الصينية ولم يكن لها أي فائدة للولايات المتحدة، ويأتي ذلك في أعقاب القيود الجديدة على التأشيرات التي أعلنتها واشنطن والتي تحد من إقامة أعضاء الحزب الشيوعي الصيني في الولايات المتحدة، ويشير إلى مزيد من التآكل في العلاقات مع بكين في الأسابيع الأخيرة من عهد الرئيس الحالي. نهاية الموجز، شكرا لكم وإلى اللقاء.